فراخ مشويه بالبابريكا حلوه جدا، لان انا هحط برده معاها خضار ومكرونه تطلع حلوه جدا، طعمها حلو. وهتشوفوا دلوقتي الطريقه بتاعتها. المقادير بتاعتي هستعمل فرخه كامله متقطعه اربعه، والتتبيله بتاعت الفرخه اربع فصوص ثوم، ثلاث معالق كبيره زيت، عصير ليمونتين، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كمون، ومعلقتين باربيكيو صوص وهو اختياري وبس. لو انتوا حطيتوه هيعمل طعم حلو جدا للفراخ. خلاص هستعمل نص كيلو خضار مشكله، اي خضار انتوا عايزينها، وهستعمل 200 جرام مكرونه يا اما مسلوقه نص سلق لو بتحبيها مستويه قوي، يا اما هتحطيها نيه كده اهو. انا هحطها النهارده نيه تماما في الوصفه دي. خلاص ادي الانشيلاده اهي طلعت، شايفين اهي. بعد ما بطلعها احنا قلنا الجبنه بتتحمر وهي بتشرب من الصوص، هنحط بقى عليها الفلفل الالوان، وهنحط ادي الاخضر. عشان كده انا قلت لكم هحطه في الاخر عشان يفضل فريش. هحط الذره وهحط شرايح زيتون كده اهو، فظيعه يعني، هي فعلا بتطلع طعمها حلو جدا وشكلها تحفه. دي الانشيلاده احنا عملناها النهارده، او عيش تورتيلا اللي معمول زي على شكل سندوتشات ومحطوط عليه صوص وحاطينه في الفرن، عملناها بحشوه اللحمه المفرومه. هاجي بقى للفراخ بتاعتي، هقول لكم المقادير تاني. فرخه كامله بقطعها اربع ارباع يعني، هتبلها باربع فصوص ثوم، ثلاث معالق كبيره زيت، عصير ليمونتين، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه كبيره بابريكا. البابريكا والباربيكيو صوص بيدوا الفراخ لون احمر حلو قوي، فلما اهي شايفين الانشيلاده حلوه ازاي؟ فظيعه. معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كمون، معلقتين باربيكيو صوص، وقلنا ده اختياري بس مش هتندموا عليه. هستعمل نص كيلو خضار مشكله و200 جرام مكرونه. الخضار انا استعملت كوسه وجزر بصل وفلفل ملون وقرنبيط، اللي انتوا عايزينه، الخضار اللي انتوا عايزينه هنستعمله. هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي اعمل الفراخ، اتبل الفرخه. طبعا انت لو تبلتيها قبلها بساعتين ثلاثه هتكون احلى، بس لو ما عندكيش وقت خلاص مش مشكله، هتشرب برده من التتبيله، بس لو اتبلت قبلها بشويه هتبقى احسن. ادي الفراخ، هاجي احط البابريكا معلقه كبيره قلنا علشان تديني طعم، وهحط عليها ادي السكر. السكر برده بيدي طعم حلو قوي مع الباربيكيو صوص والليمون. وادي الكمون، الباربيكيو صوص بقى هحط نصه يعني، هحط معلقه، هحط شويه زيت، وبعد كده اهو الفراخ بدلكها كويس قوي بالتتبيله دي. طبعا احنا قلنا لو احنا نقعناها في التتبيله دي ساعتين ثلاثه هتبقى احلى كتير. بعد كده اهو بجيب، هوريكم الصينيه اللي هستعملها، اي صينيه عندي مدوره، وهستعمل لها الراك ده اللي هو الشبكه دي. هجيب هحط فيها نص كوبايه ميه، الفرخه دي بتاخد في الفرن ساعه ونص. هعمل ايه؟ انا هحط ادي الفراخ ساعة الا ربع الاول الفراخ لوحدها. يا مدام اماني. ايوه صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك؟ الحمد لله. انتي طيبه. وانتي طيبه يا قمر. انا بموت فيكي والله العظيم. الله يخليكي. كل حاجه فيكي. ربنا يخليكي ليا، تسلمي لي يا رب. انا ولادي بيقولوا لي انت مجنونه بالشيف ايه. الله يخليكي. شغاله عليكي على التلفزيون وادخل على النت بعمل. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، عينيا ليكي. تسلم عينيكي، ربنا يخليكي. انا عايزه منك طلبين. عينيا. تسلم عينيكي. في اكله انت كنت عاملاها بس انا دورت عليها على اليوتيوب ما لقيتهاش.
كنت عامله، بس انا كنت فتحت تقريبا. لا ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامعاكي. حاضر اعلي صوتي. عامله ايه؟ كنت عامله مره اكله. بس انا كنت فتحت في نصها. عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ كانت صدور فراخ. وحضرتك حشيتيها بسبانخ. وعملت لها زي صوص بالجبنه والبشاميل واتحطت ودخلتيها الفرن. طبعا بس انا ما شفتش بقى المكونات. بس كانت عجباني ما لحقتش اكتبها ودورت عليها على اليوتيوب ما لقيتهاش. لا لا عينيا الاثنين. عارفه الثانيه ربنا يكرمك. دي الحاجة الثانية، أنا باكل أكلة برة، كنت باكلتها مرة على الطيارة وبشوفها في وكلتها مرة في فرح. أنا مش عارفة هو ده سوفلي ولا ده إيه بالظبط، بس هي حاجة بالبشاميل، هي عليها زي طبقة بشاميل من فوق. وعبارة عن إيه؟ بس تتاكل لما تيجي تاكليها تحسي زي ما تكون بطاطس مهروسة وجواها بشاميل. سوفلي بطاطس، عملنا قبل كده سوفلي البطاطس، بس ممكن أقول لك بس ده بيبقى داخل فيها بيض أو حاجة. زي ما أنت عايزة، في نوع بالبيض وفي نوع من غير بيض. في طريقه بالبيض وفي طريقه من غير بيض. فانا ممكن اقول لك النهارده برده سوفليه البطاطس بتتعمل ازاي. ادي الفراخ، الصوص نزل بقيته مع الميه، نص كوبايه الميه، زي ما قلنا هنحطها في الفرن 3 اربع ساعه واطلعها وهوريكم بعد كده. هات لنا الثانيه يا احمد لو سمحت. هوريكم بعد كده هنعمل ايه. ادي انا استعملت نص الباربيكيو صوص مش كله علشان هاجي استعمل بقيته دلوقتي تاني. الباربيكيو صوص رخيص مش غالي ابدا، ويعني الازازه المصري منه ب7 جنيه، فممكن تلاقيه بسهوله في المحلات. هاجي بقى اعمل ايه؟ هطلع الفرخه بعد ساعه الا ربع هتبقى استوت نص سوا، هروح دهناها ببقيه الباربيكيو صوص وحاطه تحتها، نزل بقى الخلاصه بتاعتها تحت مع الميه دي. هروح عامله ايه؟ هروح حاطه المكرونه فيها الاول، المكرونه النيه اهي. لو زي ما قلت لك لو انت بتحبيها مستويه قوي اسلقيها دقيقتين. وبعد كده فوقيها هحط الخضار دي بحيث يستوي كلهم مع الخلاصه بتاعه الفرخ. بصي يا احمد اهي، بصوا كده اهو، ادي بعد ساعه الا ربع بتبقى بالشكل ده. هروح عامله ايه؟ هاجي احط المكرونه الاول علشان الميه، وهحط عليها الخضار ده كله، وهدهن الفراخ ببقيه الباربيكيو صوص عشان يطلع لونها متحمر قوي. لا ما هدين معلقتين، انا خدت معلقه وسبت معلقه ما حطيتش. لا احنا هنحمرها لسه تاني، هتخش الفرن. الفراخ دي مكشوفه يا جماعه ما بغطيهاش، لان السوائل اللي بتتبخر من تحت بتخليها طريه وجوسي. لو انت عايزه تزودي شويه ميه كمان ممكن تزودي نص كوبايه ميه تانيه معاها. خلاص وبدخلها الفرن مع الخضار، بحط بقى الخضار كده اهو زي ما انا عايزه من الخضار. ادي بصل وادي جزر وكوسه كده اهو، واروح حاطه عليهم دي وادخلها الفرن ساعه الا ربع تاني. خدي بالك لو الميه نشفت زودي ميه، يعني اول ما تبتدي الميه هتنشف زودي ميه. هنحطها في الفرن يا احمد لو سمحت، وبعد كده هوريها لكم في الاخر بتطلع ازاي.